السلام عليكم، أهلا بك عزيزي المشاهد في عالمنا المتواضع، حيث الأمراض والأوبئة تنتشر بين الحين والآخر، حيث الجراثيم والفيروسات تغزو عالمنا، حيث ماربورغ فيروس، إيبولا فيروس، ريبس، اتش اي في، هانتا فيروس. بس يا ابني كفاية غم بقى، بس خلاص. آسف، أمراض هنا وهناك، وهنروح بعيد ليه؟ كورونا هيت وشغالة ما شاء الله، الله ينور. طول الحياة كان وما زال في مخاطر بتواجهنا كجنس بشري من هذه الكائنات الدقيقة، فكان لازم نبتكر أدوية ومطهرات عشان نحمي نفسنا منهم. بعيداً عن الأدوية، نحن هنا لنتناقش في موضوع المطهرات. ويا عزيزي، لو ما تعرفش في فرق بين التنظيف والتطهير، فرق كبير. معظم المنظفات لا تطهر ومعظم المطهرات لا تنظف. انت بتقول ايه؟ افهمك يا باشا، المنظف بيشيل الوساخ تراب وبقع، بمعنى مش شرط اما تنظف مكان تقتل البكتيريا اللي فيه، لازم تستخدم منظف ومطهر عشان تبقى نظفت وطهرت. وفي وسط الكلام ده كله ياتي المنقذ الرهيب، الكحول. لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك، لو ثانيه انا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك. اكتر حاجه مشهوره في عالم المطهرات يا صديقي، متطاير وما بيسيبش اثر، ولكن ليه مشاكل زي skin and respiratory irritation, dry skin and actually it's toxic. فعشان كده هنتجه لبديل ارخص ومنتجنب فيه كل المشاكل اللي انا قلتها من شويه. مش بس كده، وكمان بيطهر. Green disinfectants and antiseptics. هي مطهرات صديقة للبيئة، مكونة من مكونات صديقة، ويتم تصنيعها بطريقة صديقة بحيث لا تكون مؤذية للإنسان أو البيئة. بمعنى هي أفضل للإنسان والنبات، واستخدامنا ليها بيعفينا من المواد الكيميائية وأضرارها، أضرار زي اللي ذكرتها سابقا. ولكن عليك دائما الحذر، because there's always a bad people around. الناس دي بتكتب على منتجاتها green لخداعك ووهمك بأنها صديقة للبيئة وخالية من المواد الكيميائية، بيبوظوا سمعة الكلمة، الناس الوحشة دول. فاتجه دائما للمصادر الموثوقة. المهم، عرفنا ايه هي المطهرات الصديقة للبيئة؟ عرفنا خلاص؟ قبل ما أكمل لازم أنوه إن في فرق ما بين الديسنفكتنت والأنتيسيبتيك. الديسنفكتنت بنستخدمه عشان نطهر الأسطح غير الحية، أما الأنتيسيبتيك فإحنا بنستخدمه لتطهير الجسم، ولكن متعارف جدا في اليومين دول إن إحنا بنستخدم كلمة ديسنفكتنت، لكن لازم تبقى عارف الفرق بين ديسنفكتنت وأنتيسيبتيك. نتكلم بقى عن أحسن حاجة ممكن نعمل منها مطهرات، ألا وهي الفولاتايل أويلز. عادة الزيوت الطيارة بيكون ليها فوائد عديدة في عديد من الحاجات. عندك مثلا زيت زي زيت اللافندر، بيستخدم كأروما ثيرابي في الالرجيز، وكأنتي انفلاماتوري، انتي سبازموديك، ديبريشن، انسوميا، اكزيما، نوزيا اند منسترال كرامبس. مش بس كده، لا وكمان انتي فانجل، انتي سيبتيك، انتي بكتيريال. ده كله زيت واحد يا عزيزي. لا زيوت الطيارة تعجبك جدا. برضو عندك المندرين اويل، ستيمولانت، سكين كير، انتي سيبتيك، دايريتيك، وغيره من الزيوت التي قد تبهرك باستخداماتها. ولكن يا عزيزي احنا كنا مهتمين باستخدامات معينه، الا وهي الانتي مايكروبيال اكتيفيتي. كل زيت بيكون ليه ميكانيزم خاص بيه في التعامل مع الفطريات او الميكروبات او الفيروسات، واحنا والله كنا عايزين نحوله لجل ونستخدمه كمطهر. رحنا المعمل بتاعنا، كتبنا الوصفه السحريه بتاعتنا اللي هنشتغل بيها عشان نحلل الزيت، وبدانا نوزن ونشتغل وحاجة آخر دكتور، وبعتنا كمان عينة نحللها من الزيت اللي معانا في جهاز الجي سي، ودي هي النتيجة لبعض الزيوت. وللأسف كان في بعض الزيوت مغشوشة، ويؤسفني أكتر إني أقولك إنها من ناس كبيرة في المجال وبيتواجدوا في مولات كبيرة كمان، ولكن الباقي كان سليم عشان اطلع قدامك اقول لك الزيت تمام ان شاء الله يعني. وليه انتي مايكروبيال اكتيفيتي؟ ولقينا احسن فولاتايل اويل هو الجيرانيوم، وعملنا 3 تطبيقات. اول واحد هو الجل، رحنا نفس المعمل الجميل عشان نحضر الجل، جبنا الكومبوننتس اللي محتاجينها ووزننا 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 وعايرنا وقلبنا وقلبنا وقلبنا، وفي النهايه بقى عندنا جل من الجيرانيوم ليه انتيسيبتيك افكت. وعبق وجاهز للاستخدام. نسكت كده؟ لا، عملنا كمان كريم. واخر تطبيق هو ان احنا نستخدم الجيرانيوم كانتيسيبتيك على الكمامات نفسها. ده فولاتايل اويل مخفف، وديك مامه بدعامه الرش عليها، يبقى كده ليه انتيسيبتيك بروبرتس بحيث ان هو يدينا اكسترا بروتكشن. اللي احنا عملناه ده حاجه وسط كميه ابحاث وكلام كبير بياكد كده. وبعد الكلام ده كله سؤال مهم، could we prepare alcohol free green antiseptic and disinfectant from Egyptian volatile oil products؟ الاول لازم نعرف يعني ايه green and environmental friendly. تعتبر مصر والصين هي من اكبر الدول انتاج للجيرانيوم اويل، بس طبعا مصر بكميات اكبر من الصين،
وجودتها اعلى. بنستخرجه منين او بنعمله اكستراكشن منين؟ بطريقه اسمها ستيم ديستيليشن من الليفز بتاعه الجيرانيوم نفسها. بيستخدم في الكوزموتيك اندستري، بيستخدم كانتي سيبتيك، وبيستخدم في تريتمنت اوف النيوروباثيك بين. ايه السايد افكت اللي بيعملها لي؟ بيعمل ديرماتايتس او التهابات على الجلد، ولكن مع اللودوز من الجيرانيوم اويل والووتر الموجود كمكون او كومبوننت في الاويل بيقلل لي من ديرماتايتس. كونتر انديكيشن مين الشخص اللي ما ينفعش ياخده؟ الشخص اللي هو عنده هايبر سنسيتيفيتي عاليه للجيرانيوم اويل. كومبوزيشن او مكونات، الميجور كومبوزيشن اللي هو مكون اسمه سيترينولول يوصل من 25 ل 30% تقريبا. الجيرانيول بيحل بعديه، بعد كده 10 اي بي جاما ايدي سمول. ميزه الجيرانيوم اويل ان هو نيتيف تو ايجيبت ايكونوميك، وان هو ادانا جرين انتيسيبتيك اجينست سودوموناس عند الستاف. نقدر نستبدله اخيرا بالالكحول، ونقدر نعمل مطهرات بس مش الكحول بيزد، لا اسينشال اويل بيز. ونفس المطهر ده اقدر استخدمه في الوقايه من فيروس كورونا، ممكن ياثر فيه، فمش انتي مايكروبيال اي كلام يعني. وحته ان الفوتايل اويل ارخص ما وضحتلكش قد ايه ممكن تكون مفيده. انت عارف العالم صرف قد ايه في ظل جائحه كورونا على المعقمات؟ دراسه بتقول ان امريكا زادت الطلب عندها لوحدها 1400%. في كلام ان العالم هيشهد تصاعد في الطلب على المعقمات في نهايه 2020 بنسبه 600%. مش محتاجين الارقام اللي اتصرفت على المعقمات واللي هتتصرف بتهيألي كده، لو ما فهمتش اقصد ايه يعني، ارقام كبيره جدا يعني، بتتكلم في 1400 في امريكا و600 في العالم كله، 600% في العالم كله يعني، فارقام كبيره قوي. طب لو غيرنا المعقمات المعتمده على الكحول واستبدلناها بالفولاتايل اويل، مش هنوفر كده؟ هنوفر طبعا، لان تكلفه انتاجه ارخص. واخيرا قدرنا نحقق المعادله الصعبه اخيرا، وبقى عندنا مطهر بنتجنب فيه كل اضرار الكحول، وارخص كمان وليه ريحه جميله. الف مبروك علينا كلنا يا جماعه. هو ده كان الفيديو الجميل الرائع اللي وضح لك فيه ايه هي المنظفات الصديقه للبيئه، ومميزاتها وامكانيه استخدامنا لزيوت الطياره كمعقمات او مطهرات رهيبه. وهذا تطبيق منا نحن طلاب الفرقه الرابعه، كليه الصيدله، جامعه السادس من اكتوبر. Chromatographic application on quality control of natural market products. بالاضافه نحن نؤدي دورنا في المجتمع مساعدة في المشاكل الطبية، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، ونتمنى السلامة للجميع. أنا محمد حازم هشيمة، وبقولك أتمنى لك رحلة سعيدة في بحر الحياة الشاسع، وتكون طبعا استفدت. وبس، سلام. في البروجكت بتاعنا كان التعليم هو التعليم القائم على المشروع Project Based World.